بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم، معاكم أشرف رمضان. في الفيديو ده هبدأ أكلمكم عن السمارت ميتر أند السمارت جريد. هنتكلم عن العدادات الكهربية الذكية والشبكات الكهربية الذكية. هنبدأ نتعرف على تاريخ العدادات الكهربية، وهنبدأ نشوف إيه هي الأنواع المختلفة للعدادات الكهربية، ومنها هنبدأ نتعرف على الأنواع واحدة واحدة. هنبدأ نعرف العدادات الميكانيكية، ونبدأ نعرف العداد الكهربي الإلكتروني، وبعدين هنبدأ نشوف العدادات الكهربية مسبقة الدفع، وإن شاء الله هنبدأ ندخل في العدادات الكهربية الذكية. وهو ده الموضوع الأساسي اللي أنا هبدأ يعني إن شاء الله أتعمق فيه بالتفصيل. هنعرف إيه هي النيو تكنولوجي المستخدمة في السمارت ميتر، إيه هي فوائد العداد الكهربي الذكي ليا أنا كمستهلك أولا، وإيه فوائده لشركة الكهرباء. هنبدأ نشوف إيه هي الكومبوننتس أو المكونات الخاصة بالعداد الكهربي الذكي، وأنا هبدأ أتعامل معاه كمستهلك، هتعامل معاه ازاي واستفيد منه ايه، او وجود العداد الكهربي الذكي ده هيفيدني انا كمستهلك في ايه. هنبدأ نعرف كل التفاصيل الخاصة بالعدادات الكهربية الذكية، هنبدأ نطلع كتالوجات مختلفة لانواع مختلفة من العدادات الكهربية الذكية، ونناقشها ان شاء الله في فيديوهات كاملة. كل عداد او كل براند هنبدأ نديله محاضرة او فيديو. بعد كده هنبدأ نشوف ايه هي فوائد استخدام العدادات الكهربية الذكية ان انا يبقى عندي سمارت جريد، وايه هي اصلا السمارت جريد، يعني ايه شبكة كهربية ذكية. هنبدأ نعرف الشبكة الكهربية الذكية، ونشوف ايه فوائد الشبكة الكهربية الذكية سواء كان للمستخدم او لشركات الكهرباء. هنبدأ ازاي نستفيد بالاي او تي او الانترنت اوف ثينكس في موضوع السمارت جريد، ازاي هنربط الكومبوننت المختلفه اللي موجوده في شبكه الكهرباء ونقدر ناخد منها قراءات عشان نبدا ناخد ديسيجن او ناخد قرارات سريعه تمام ودقيقه على اساس ان انا يبقى عندي سمارت سيتي ان شاء الله. فبالتالي انا بدات بالسمارت ميتر، وبعد كده هيبقى السمارت ميتر جزء من الشبكة الكهربية الذكية اللي هي سمارت جريد. ولو انا عندي سمارت جريد وفي عندي كل شيء حواليا سمارت، وبالتالي هروح لمصطلح السمارت سيتي. فانتظروني في سلسلة فيديوهات بإذن الله هتكون قوية جدا خاصة بالسمارت ميتر والسمارت جريد، وكمان هنبدأ نتكلم بعديها على السمارت سيتي بالتفصيل. وانتظروني في الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.